بعد عام من الحادث ديال السير بالسيارة غادي يرجع نفس المكان وغادي يلقى الحذاء ديالو، هو اللي غادي تعرفوا في هذه القصة وراء كل حذاء حكاية. خليكم حتى الاخر. صاحب هذا الحذاء من الجالية المغربية المقيمة في اسبانيا، عنده مشروع في المغرب، خوتو هما اللي تيواصلوا ويسويفيو هذا المشروع. في الفترة اللي كان متواجد فيها في المغرب بغى يمشي باش يشري واحد الحمار باش يسهل التنقل، يعني على الإخوة ديالو بزاف ديال الأماكن، لأن المنطقة اللي تعيشوا فيها ما تيوصلهاش الحديد. شي واحد من الأقارب ديالو غادي يدلو على واحد السيد باغي يبيع واحد الحمار ديالو، لكن ديك السيد هذاك بعيد ولكن عنده الأطفال باقيين صغار. هنا غادي تبدأ الحكاية والقصة ديال هذا الحذاء. غادي يكتاري صاحب هذا الحذاء واحد البيكوب اللي غادي يجيب فيها هذا الحمار، ومشى لديك المنطقة اللي غادي يجيب منها الحمار. هنا تفاهم مع مول هذا الحمار هذا وخلصوا باش يطلع الحمار، لكن واحد الطفل كان عند هذا السيد هذا كان يبكي بالبكاء على الحمار اللي غادي يمشي، لأنه كان عنده به واحد العلاقة كبيرة، كان يمشي يسقي به ربما ولا شي حاجة. هنا غادي يتفاجأ السيد طلع الحمار ديالو وزاد بحالته. بعد ما فاتوا الدار اللي شراو منها الحمار غادي تنقلب ديك البيكوب وغادي يوقع الحادث. صاحب هذا الحذاء يعني غادي يتم الاسعاف ديالو، لكن انقلبت ديك العربه وديك الحمار ما عرفوهش فين مشى. بعد سنه من الحادث السيد مشى لاسبانيا ورجع، ولكن بغى يفك واحد اللغز، هو انه يرجع لنفس المكان اللي وقعت فيه لاكسيدون. من بعد ديك العمليه غادي يرجع لنفس الدار اللي خدم منها ديك الحمار، فقط باش يشري الحمار من ذاك الطفل اللي كان تيغوث وقالوا لاصق في الدهن ديالو. غادي يرجع للمكان صاحب هذا الحذاء وبقى تيشوف يعني في المكان مزيان وتيقلب يعني في ديك الاشجار اللي كاينه تما، غادي يلقى الحذاء ديالو باقي صحيح، غير هو محلول من لهنا وكيفاش كتشوفوه يعني مكرقص. هز الحذاء ديالو داروه في واحد الساشي ولا ما عرفت فين داروا، ومشى من ديك الدار اللي خدم منها ديك الحمار باش يشري الحمار من ديك الدري. السيد يعني في العقل ديالو بقى في البال ديالو ديك الطفل اللي كتغوت على الحمار ما بغاش باه يبيع، لكن طلعوه صحه وشراو ديك الحمار. ملي غادي يوصل لديك الدار وصل جلس مع ديك الناس قال لهم انا هو اللي شريت الحمار، عاود لهم لي ستوري شنو وقع. قال ديك السيد قال له انايا جيت باش نشري الحمار لولدك. قال له الحمار اللي شريتي مني ها هو فين هو؟ وقعت قصيده والحمار غادي يرجع للدار عندك الطفل. هنا بيت القصيد. هنا صاحب هذا الحذاء ملي غادي يسمع الخبر بان الحمار اللي شراه راه قدامه راه فين هو تينهار وحده الدري، السيد بقى تيبكي. علاش؟ فهم ديك الاحاسيس ديال ديك الطفل والتعلق ديالها بالحمار ربما كانت هي سبب المشاكل، هكا فهمها هو. صاحب هذا الحذاء عنده واحد الخلاصه، واحد الخلاصه اللي قالها لي هنا يعني في هذه الورشه. اشن هي هذه الخلاصه؟ يعني الحادث اللي وقع بقى متعلق بديك الطفل اللي كان تيغوث هذاك الحمار. صاحب هذا الحذاء تيقول عمرك تجرح مشاعر صادقة خصوصا الأطفال، واخا يكون انت فنان كبير لكن في الأطفال أكثر. إذا شتي شي طفل متعلق شي حاجة حاول تلبي له ديك الحاجة قدر المستطاع. إلا عندك شي قصة مع شي حذاء عاودها لينا ولا غير مقتطف منا. ولهذا دائما غادي نبقى نقول وراء كل حذاء حكاية أو وراء كل حذاء قصة، ما كاينش شي حذاء كيتم الاصلاح ديالو الا وراءه حكايه. تحياتي لكم، رضوان استرابوت يحييكم من ورشه استرابوت كول.